الكويتيين تحدث السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عن محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأورد خلالها جملة من النقاط الخطيرة لا بد من الوقوف عليها، حيث أطلق على هذه المناطق بالمناطق المختلطة، وإن هذه المناطق ذات أغلبية قومية عربية وتركمانية، وإننا بين قوسين، يعني هو أخبر الكرد بأن الحرب إذا اندلع فإن العرب والتركمان في كركوك لن يقفوا مكتوفي الأيدي. نرد على سيد المالكي بما يلي: إن تسميته للمناطق المتنازع عليها بالمناطق المختلطة يعد خرقا دستوريا فاضحا. كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها هي مناطق كردستانية تاريخيا وجغرافيا، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف. ثانيا، كركوك والمناطق الأخرى هي ذات أغلبية كردية وكردستانية، وادعاءات رئيس الوزراء عار عن الصحة، ويبدو أنه يجهل حتى إحصائيات الرسمية للمؤسسات التابعة لحكومته. ثالثا، نحذر سيد رئيس الوزراء من التهيئة لاقتتال قومي في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال ذرع بذور الصراع القومي، كما وإن هذه التصريحات إضافة على أنها يضعها أمام المساءلة القانونية والدستورية، يؤكد هذه التصريحات مواقفه والأنباء التي تسربت عن محاولاته لتسليح بعض العناصر العربية لمحاربة الكرد.